بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، مسألة 14 من مسائل الجاهلية أنهم في كل ما تقدم من المسائل التي ذكرها الشيخ إلى هذه القاعدة يبنون على النفي والإثبات. فينفون ما أثبته الله في كتبه وما أرسل به رسله، ويثبتون ما نفاه الله، يعني يخالفون ربهم سبحانه وتعالى. والله أثبت عبادته وحده لا شريك له وهم نفوها. الله أثبت عبادته وحده لا شريك له ونفى الشرك، وهم على العكس، نفوا عبادة الله وأثبتوا الشرك. الله جل وعلا حرم أشياء لحكمة ورحمة بعباده بما فيها من الأضرار العاجلة والآجلة، وهم أحلوها، أحلوا هذه المحرمات، أحلوا الميتة والدم، وأحلوا أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، فأثبتوا ما نفى الله جل وعلا. فالمحرم هذا منفي، هم أثبتوه، وحرموا ما أحل الله، حرموا ما أحل الله من بهيمة الأنعام، سيبوها لأصنامهم، جعلوا الحوامية والبحائر والسوائب وبعض الزروع، قالوا هذه أنعام وحرث حي، يعني محرم، لا يطعمها إلا من نشاء بزعم، وأنعام حرمت ظهور، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه سبحانه. ولهذا قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. والاعتداء هو استحلال ما حرم الله سبحانه وتعالى. فهم على العكس مما شرعه الله سبحانه وتعالى، ينفون ما أثبت ويثبتون ما نفى. وما هو مستندهم في ذلك؟ أحد أمرين: إما الهوى وإما اتباع الظن. فاليهود عندهم علم، عندهم علم، لكنهم اتبعوا أهواءهم ولم يتبعوا العلم الذي معهم. اتباع الهوى يكون ممن عنده علم، واتباع الظن يكون من الجاهل الذي يتبع ما استحسنه أو أملاه عليه عقله أو وجد الناس عليه من غير دليل ومن غير برهان. هذا اتباع الظن، والله نهى عن اتباع الهوى واتباع الظن. قال جل وعلا: وما لهم بذلك من علم، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فأهل اتباع الهوى هؤلاء يخالفون ما عندهم من العلم، لأن ما يخالف أهواءهم يرفضونه، وما وافق أهواءهم من الوحي أخذوا به، فهم لا يأخذون إلا ما تهوى أنفسهم. فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فهم لا يأخذون من العلم الذي معهم إلا ما يوافق أهواءهم ورغباتهم، وأما ما يخالف أهواءهم ورغباتهم فإنهم يضربون به عرض الحائط، وإن كان وحيا من الله سبحانه وتعالى. وهذه مسألة لا تزال في الناس. فالذين أعرضوا عن الحق الآن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هم على هذه الخصلة من خصال الجاهلية، وهم بين فريقين: إما متبع لهواه عنده علم ولكنه لا يأخذ من علمه إلا ما وافق هواه،
وإما جهال يتبعون ما يظنونه حقا وخيرا بدون دليل، وحسن النية وحسن المقصد ومحبة الخير كل هذا لا يكفي، لا بد من اتباع الدليل. فحسن النية لا يبرر الخطأ ولا يبرر العمل بالبدع والخرافات المحدثات، لا بد من دليل من الكتاب والسنة. فهذه المسألة مسألة عظيمة من مسائل الجاهلية، لا يزال عليها من هذه الأمة من يتبع هواه أو يتبع الظن، ولم يسلم منها إلا من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، سواء وافق هواه ورغبته أو خالفه. هذا هو الإيمان، الاتباع بدون تدخل. وما يخالف هواك اليوم تكون عاقبته لك في المستقبل، حتى وإن خالف هواك الآن وكرهته كراهة نفسية، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، عسى أن تكرهوا خيرا وهو خير لكم، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالعاقبة حميدة لمن اتبع الحق وإن خالف هواه ورغبته، فإنه يعلم أن ما عند الله خير وأبقى. هذا هو المؤمن. أما الإنسان اللي ما يأخذ إلا ما يوافق هواه ورغبته، تخير، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالواجب على من اتبع، على من تبين له الحق، أن يعمل به سواء يوافق هواه أو يخالف هواه. أما الذين يتخيرون يأخذون ما يوافق رغباتهم ويأخذون ما يخالف رغباتهم، فهؤلاء ليسوا بمؤمنين، ولا ينفعهم ما وافقوا فيه الحق الذي يتبع أهواءه، لا ينفعهم ذلك، لأنه ليس عن إيمان وإنما هو عن شهوة ورغبة. نعم. الخامسة عشر، احذارهم عن اتباع ما أتاهم الله بعدم الفهم فقولهم قلوبنا ظلم، وقولهم جاءت عنهما أكثر كثيرا مما تقول، فأعذرهم الله وبين أن ذلك بسبب القطع على قلوبهم وأن القطع بسبب كفرهم. خامسة عشرة، اعتذارهم عن قبول الحق بعدم الفهم. هذه مصيبة لا تزال تتكرر مأساتها إلى الآن، يدعون عدم الفهم وأنهم معذورون، مع أنهم بلغتهم الحجة وبلغهم الوحي، لكن يقولون ما فهمنا، وقالوا قلوبنا غلف. قالته اليهود، يقولون يعتذرون عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم لأن قلوبهم مغلفة، لم يدخلها ما جاء به هذا الرجل، مغلفة لم يدخلها ما جاء به هذا الرجل، ولم يقتنعوا به ولم يفهموا ما يقول، فهم يزعمون أنهم معذورون، قلوبنا غلف أي مغلفة، لم يدخلها كلام هذا الرجل وما جاء به، ولو كان حقا لدخلها بزعمه، لو كان ما جاء به حقا لدخل قلوبهم بزعمه، فكونه لم يدخل قلوبهم هذا دليل على أنه ليس بحق وأنهم معذورون في رفضه. هذا قول في الآية. والقول الثاني، وقالوا قلوبنا غلف، أي أن قلوبهم أوعية للعلم، غلف يعني أوعية للعلم، فلو كان ما جاء به هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم حقا لقبلته قلوبهم، لأن قلوبهم أوعية للعلم، تقبل العلم، كونها لم تقبله هذا دليل على أنه ليس بحق. فقلوبهم غلف يعني غلاف للحق، إذا سمعت الحق تقبله، وكونها لم تقبل هذا الرجل هذا دليل على أنه ليس على حق. القول الثالث في الآية، قالوا قلوبنا غلف، أي أنها مملوءة من العلم، ما تحتاج لهذا الرجل، عندهم علم غزير وقلوبهم ملأة من العلم، فليسوا بحاجة إلى زيادة يأتي بها هذا الرجل، هم مستغنون عنه. على كل قول من هذه الأقوال فإن هذا ليس عذرا، قلوبهم غلف صحيح، يعني مغلفة لا يصل إليها الحق، والسبب في هذا ليس لعدم وضوح الحق، فليس الذنب ذنب الحق ولا ذنب من جاء به،
الحق واضح ومن جاء به ناصح وصادق، لكن الذنب ذنبهم هم أنهم لما عصوا الله عاقبهم الله فغلف قلوبهم. قالوا قلوبنا غلف، الجواب بل طبع الله عليها بكفرهم، بكفرهم الباء سببية أي بسبب كفرهم. وهذه سنة الله عز وجل أن من لم يقبل الحق فإنه يبتلى بحرمانه، من لم يقبل الحق فإنه يبتلى بحرمانه فلا يقبله بعد ذلك أبدا، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فمن رفض الحق أفسد الله عليه قلبه فصار لا يقبل حقا بعد ذلك عقوبة له. وهذه آفة اليهود أنه لما لم يقبلوا الحق عاقبهم الله بإعماء قلوبهم وعدم قبولها للحق. وقد يكون المانع من قبول الحق وإصابة القلب الذنوب، الذنوب تؤثر في القلوب حتى تعمى، قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. المعاصي والذنوب تؤثر في القلب، وجاء في الحديث أن الإنسان إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب صقلت ومحيت، وإن لم يتب زادت هذه النكتة حتى تغطي قلبه والعياذ بالله. فسبب فساد القلوب إما الإعراض عن الحق وعدم قبوله، وإما الذنوب وكثرة الذنوب إنها تعمي القلب وتصمه فلا يسمع ولا يبصر. هذا ما قالته اليهود. وكذلك الأميون وهم المشركون الذين ليسوا من أهل الكتاب، كما حكى الله عن قوم شعيب أنهم قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. هل هذا صحيح وأن شعيبا عليه السلام لا يفقه كلامه ولا يفهم؟ بل إن شعيبا من أكثر الأنبياء وأفصح الأنبياء، حتى إنه سمي عليه الصلاة والسلام خطيب الأنبياء لجودة إلقائه وإيضاحه ومجادلته لقوله، لقب بخطيب الأنبياء، ومع هذا يقولون ما نفقه كثيرا مما. طيب هو أعجمي، هو من غيركم، هو يتكلم غير لغتكم، هو منكم، شعيب منهم، وكذلك كل رسول بعثه الله من قومه، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا بلسان قومه، كل رسول يأتي فإنه يكون بلسان قومه ليبين لهم. فليس الآفة آتية من شعيب عليه السلام ولا مما جاء به، وإنما الآفة آتية منهم هم، لم يلتفتوا ولم يصغوا لكلام شعيب. ومعلوم أن الإنسان إذا لم يصغي للشيء ولم يلتفت إليه أنه لا يفهمه، فكيف يلقون باللوم على شعيب وعلى قوله ما نفقه كثيرا مما تقول، ولم يلقوا اللوم على أنفسهم وإعراضهم وصدهم. أنت لو تكلم واحد غافل عنك ومعرض عنك ولا يلتفت لك ما يفهم لك، لكن لو تكلم واحد مقبل عليك يسمع كلامك فهم إذا كان بلغته. فالآفة ليست من قبل شعيب عليه السلام، بل إنه عليه الصلاة والسلام بلغ أتم البلاغ ووضح، ولم يأتهم بلغة لا يفهمونها، وإنما الآفة من إعراضهم وعدم التفاتهم لما جاء به. ومن يخاطب إنسانا غافلا عنه ولا يلتفت إليه ولا يصغي إليه فإنه لا يفهم، الآفة من عنده. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، لا تسمع الموتى، الأموات الذين في قبورهم ما يسمعون، أو الأموات الذين ماتت قلوبهم ولو كانوا أحياء على ظهر الأرض، ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، أصم ومدبر كيف يسمع؟ هذه حالتهم أنهم صم عن قبول الحق، وليس في آذانهم آفة، يسمعون لكن لا يقبلون ولا يصغون، يسمعون الصوت. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. فهم مثلهم مثل البهائم اللي تسمع صوت الراعي لكن ما تفهم فيه، وذلك بسبب عدم إصغائهم وعدم إقبالهم على الحق. هذه هي الآفة، الآفة منهم
ومع هذا يلقونها على الأنبياء، يلقونها على الأنبياء. قالوا لمحمد قلوبنا غلف، قالت اليهود، وقال المشركون لشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعتبرون هذا عذرا لهم، وهو ليس بعذر، لأن عدم فقههم وعدم فهمهم هو عدم الإصغاء. فلما لم يصغوا ولم يقبلوا لم يصل الحق إلى قلوبهم، وحرمهم الله جل وعلا من قبول الحق بعد ذلك عقوبة لهم، وهذه عقوبة شديدة يخشى الإنسان منها، إنه إذا رد الحق ولم يقبله ولم يعمل به إنه يصاب بفساد القلب والعياذ بالله وعمل بصيرة. الآن نفس هذه الحجة الذين يعبدون القبور والأضرحة يقولون والله إحنا ما درينا ما فهمنا إن هذا ما يجوز. طيب ما تسمعون القرآن؟ ما تسمعون التحذير من الشرك؟ ما هو الشرك؟ ما ألم تسمعوا قوله تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به، وقوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أليس هذا بلسانكم وأنتم عرب وتقرؤونه تسمعونه كيف تقولون ما فهم؟ إذا لم تصغوا ولم تقبلوا ما أنتم فاهمين إلى أن تقوم الساعة. الإنسان هو ونفسه إن كان أصغى إلى الحق وحرص عليه وطلبه، أما أن الناس يغصبون يجون يشبون قلبك يدخلون فيه الفهم ما هو حاصل، ولا ينفعك هذا أيضا إذا لم يكن عن رغبة منك وإقبال، حتى ولو شقوا قلبك وملأوه بالعلم ما ينفع. فلا بد أن الإنسان يكون عنده رغبة وإقبال طلب للحق، وأن لا يقدم على شيء ويستمر على شيء وهو ما يدري هل هو صحيح أو هو صحيح. هذه حالة عباد القبور الآن، وجدوا آباءهم على هذا الدين الخبيث فاستمروا عليه واستمرأوه، ويقولوا ما درينا أنه حرام ولا درينا أنه شرك، أو يقول بعض الناس أو بعض المنتسبين للعلم هؤلاء معذورون بالجاهل. سبحان الله، هم في جاهلية، ألم يبعث إليهم رسول؟ ألم ينزل عليهم كتاب؟ أليسوا يحفظون القرآن؟ حتى إن بعضهم يقرأ بالقراءات السبع أو العشر أو الخمس عشرة قراءة يقرأ بها يتقن القرآن، لكن لا يدري أين القرآن، هو في وادي والقرآن في وادي آخر، وإنما عنده الصوت بس، ترنيم الصوت والتنغيم وحسن القراءة هذه مهنته وحرفه، أو أنه يتأكل بالقرآن ويواجر يقرأ في المآتم وفي المحافل متخذ حرفة فقط ولا يدري وش معاني القرآن، لأنه لم يحرص عليها ولم يطلب معانيها ولم. هذه حالة الأمم السابقة، اليهود وقوم شعيب ما نفقهوا كثيرا مما تقول، فقالوا قلوبنا غلف. لو تسألهم تقول أنت تقرأ القرآن؟ قال والله أنا أقرأ القرآن لكن ما دريت إن هذا هو المقصود. أنت لست مسلم، كيف ما تدري إن هذا هو المقصود؟ إذا القرآن لماذا أنزل؟ ما أنزل إلا للهداية ولإنقاذ الناس من الضلالة، ولكن الذي لا يلتفت ولا يصغي ولا يحرص فإن هذا يحرم معرفة الحق. هذه آفة عظيمة يجب التنبه لها، وأن عدم الفهم ليس حجة، الحجة بلوغ العلم، فإذا بلغ العلم وكان بلغة يفهمها لو أراد الفهم فإنه ليس بمعلوم. وانذركم به ومن بلغ، ما قال لمن فهم، قال لمن بلغ. ما إن على الرسول إلا البلاغ، إذا بلغ وكان المبلغ يفهم لو أراد الفهم قامت عليه الحجة. قوله لم يتحرك ولم يسعى في طلب العلم ولم، هذا الخطأ منه هو، الخطأ منه هو، هو الذي لم يستعمل قواه وحواسه وسمعه وبصره وفؤاده، لم يستعمل هذه الأمور لطلب الحق، وإنما يستعملها لما كان عليه من الجاهليات والشركيات والبدع والخرافات، مستمر على هذه الأمور، والقرآن مخليه على جنب للتلاوة فقط وللتطريب وجلب الناس لاستماع صوته مقري وبس. هذا مشكلة مصيبة جدا. فآفة المجتمع الإسلامي اليوم هي مثل آفة الأولين، إلا من رحم الله عز وجل، ممن قبل الحق وأقبل عليه وحرص على تعلمه
والسؤال طلب العلم، وإلا فإنه سيكون مع هذه الأصناف التي تحفظ النصوص ولكن لا تعتني بفهم معانيها ولا تطلب ذلك. ربما يقول بعضهم ما يمكن فهم النصوص، النصوص ما يمكن فهمها، إن ناس ما نفهم، اللي يفهمون راحوا، العلماء راحوا، إحنا ما نفهم. طيب أنتم من تبقى وادم؟ ما هو بالقرآن بلغتكم؟ هل أحد منعكم؟ هذه مصيبة الآن، غلقوا بها أبواب العلم وحرموا الناس من الانتفاع بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بحجة أنهم لا يفهمون. الفهم يصب فيهم صب، الفهم لابد هم اللي يتسببون، هم الذين يسعون. فأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، جاءك يسعى وهو يخشى مسرع يطلب الحق. عاتب الله نبي صلى الله عليه وسلم في أن يقبل على هذا الذي جاء راغب في الحق ويترك المعرضين الذين لا يقبلون الحق. أما من استغنى يعني استغنى عن الحق فأنت له تصدى تستقبله. وكان هذا من الرسول اجتهادا منه صلى الله عليه وسلم وحرصا منه على هدايته، ولكن الله يعلم أنهم لا يقبلون الحق فأنت له تصدى وما عليك أن لا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فرق بين هذا وهذا. فالمقبل الراغب المستفيد هذا يوفق بإذن الله، أما المعرض فإنه يبقى على جهله ويزيد عمى إلى عماه والعياذ بالله، ولا ينفعه القرآن ولا تنفعه السنة. ولو كان متحملا للنصوص وحافظها ما تنفع، كمثل الحمار، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدي القوم الظالمين بسبب ظلمهم، هذا هو السبب. لما كانوا ظالمين عاقبهم الله بحرمانهم من الهداية. أما من بذل الأسباب وأصغى وأقبل وحرص فإن الله يوفقه ويفهمه ويفقهه في دينه، وينفعه بما يسمع من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ويتأثر. فرق بين من إذا سمع آيات الله تتلى يبكي ويخشع ويتأثر، ومن إذا سمع آيات الله يضحك ويستهزي ويسخر. فرق بين هذا. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، هكذا قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم، يعتذرون بأنهم ما يفهمون ما جاء به الرسول. وهذا ليس بعذر، لأنهم هم السبب، هم الذين وضعوا الحواجز بينهم وبين فهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. المنافقون كانوا يحضرون خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة، ومنهم من يستمع إليه، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، ما كانوا حضروا ولا سمعوا. يسألون ابن مسعود رضي الله عنه، يقولون ماذا قال محمد آنفا، يعني قريبا. هم حاضرين وابن مسعود حاضر، لكن ابن مسعود رضي الله عنه كان مقبلا وفاهم ما يقوله الرسول، وهؤلاء كانوا معرضين فلم يفهموا وخرجوا كما دخلوا من غير فهم ومن غير. ماذا قال آنفا؟ قال الله تعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، هذا هو السبب والعياذ بالله. نعم. السبب تعفى اعتذارهم عما أتاهم من الله في كتب السحر كما ذكر الله ذلك في قوله ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. السابعة عشر. السادسة عشرة أنهم نبذوا القرآن ونبذوا التوراة، هذه في اليهود، نبذوا التوراة واعتاضوا عنها بالسحر. لما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم محمد ودعاهم إلى الإسلام، ولما جاءهم رسول من عند الله يعني محمد صلى الله عليه وسلم،
تصدق لما معهم من التوراة التي فيها وصفه وأمرهم باتباعه الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. لما جاءهم هذا الرسول الذي هذه صفاته في كتابهم، في كتابهم الذي ينتسبون إليه وهو التوراة، لما جاءهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود. بعض اليهود أسلم وقبل الحق، هم كلهم. الله جل وعلا لا يعمم في الأحكام وإنما يستثني. نبذ فريق هم كلهم، يخرج بهذا الذين من الله عليهم بالهداية من اليهود، من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله والتوراة، قالوا أبدا ما في التوراة وصف لهذا الرسول، وجحدوا ذلك وأنكروه. كتاب الله وهو التوراة وراء ظهوره، لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي في التوراة وصفه والأمر بالإيمان به. نبذ التوراة وراء ظهورهم. كيف نبذ التوراة وراء ظهورهم؟ لأنهم لم يعملوا بها. ومن لم يعمل بكتاب الله فقد نبذه وراء ظهره، وإن كان على رأسه، وإن كان أمامه، وإن كان يعظمه ويرفع فوق رأسه، هو نبذه. وإن كان يكتبه بماء الذهب، هذا ليس احتراما للكتاب. إذا كان لا يتبعه فإنه نبذه وراء ظهره، ولو كان وضعه فوق رأسه وراء ظهوره، كأنهم لا يعلمون، يعني صاروا مثل الجهال، صاروا هم والجهال سواء، كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ما تتلو الشياطين على ملك سليمان هو السحر، فهم اعتابوا عن التوراة بالسحر، وهذه عقوبة من الله عز وجل، أن من ترك الحق ابتلي بالباطل، من ترك الكتاب والسنة ابتلي بالخرافات والبدع والأكاذيب والضلالات واشتغل بها، وهذه سنة الله عز وجل. ففي هذه الأمة الذين تركوا القرآن والاستدلال به ابتلوا بالعلم المنطق وعلم الكلام والجوهر والعرض والمقدمات والنتائج وقواعد المنطق، صارت في شغلهم الشاغل وعلمهم، وهي جهل وضلال والعياذ بالله، ومن نحاتة أفكار البشر. ولا يستدلون بالقرآن ولا يستدلون بالأحاديث الصحيحة، أحاديث الآحاد يقولون ما تفيد اليقين، ولو في صحيح البخاري وصحيح مسلم والصحاح كلها ما تفيد اليقين، ما يفيد اليقين إلا القواعد المنطقية، لأنها عقلية، لأنها عقلية، والوحي ما له قيمة ولا يفيد اليقين. هذه بلوى من الله سبحانه وتعالى. كما أن اليهود لما نبذوا التوراة ابتلوا بالسحر الذي هو من عمل الشياطين أعداء الإنس والجن، كذلك هؤلاء لما تركوا القرآن والسنة ابتلوا بعلم المنطق وعلم اليونان، كلام اليونان. هذه سنة الله سبحانه وتعالى. فما أشبه علماء الكلام ما أشبههم باليهود، كل منهم لما نبذ الوحي ابتلي بضده والاشتغال بما لا ينفعه ولا يفيده. هؤلاء اشتغلوا بالسحر، وهؤلاء اشتغلوا بالمنطق وعلم الكلام وقواعد اليونان. وأئمتهم هم الفلاسفة، أئمتهم الفلاسفة، بدلا من الاهتمام بالرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا يقول الشاعر: تخذتم علوم الغرب وحيا، كأنما تخذتم علوم الغرب وحيا، كأنما فلاسفة اليونان هم أنبياؤكم، كأنما فلاسفة اليونان هم أنبياؤكم. فأنبياء هؤلاء هم فلاسفة اليونان، تركوا وحي الرحمن الذي هو النور والهداية. ومعنى قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين، أي اليهود،
ما تتلو الشياطين يعني تتبع، تتلو يعني تتبع، أو تقرأ من التلاوة وهي القرآن القراءة وهي كتب السحر، يقرؤون كتب السحر على ملك سليمان. وذلك أن الله سخر الجن والشياطين لسليمان عليه السلام، سخر الجن والشياطين والعفاريت لسليمان عليه السلام لأن الله أعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، سخر له الريح تحمله ومن معه على بساط إلى حيث يريد، وسخر له عفاريت الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات، كل بناء وغواص يبنون له القصور وما يريد، ويغوصون في البحر لاستخراج ما يريد من البحار بدون اختيارهم، بل الله جل وعلا هو الذي سخرهم له وسلطه عليهم. وكانت الشياطين تتعاطى السحر، عمل السحر من عمل الشياطين. يقال إن سليمان عليه السلام جمع كتبهم التي معهم ودفنها من أجل إبعادها عن الناس، فلما مات سليمان قالت الشياطين احفروا وتجدون الكتب، فحفروا فوجدوها، فقالوا إن سليمان كان يستعمل السحر وإنه ما سلط على الجن وسخرهم إلا بالسحر، هكذا قالت اليهود لعنهم الله، وهم يزعمون أنهم يتبعون سليمان عليه الصلاة والسلام، اتهموه بالسحر. وهل نبي الله يتعاطى السحر الذي هو كفر؟ قال تعالى وما كفر سليمان، لأن السحر كفر ولا يليق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما كفر سليمان، هذا دليل على أن السحر كفر وأن متعلمه ومتعاطيه كافر، ولكن الشياطين كفروا، أي إن السحر من تعليم الشياطين وليس هو من تعليم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعلمون الناس السحر. فالله رد عليهم اتهامهم لنبي الله سليمان عليه السلام أنه بريء من السحر وأنه لا يليق بالأنبياء لأنه من عمل الشياطين. فهذا سند اليهود في علم السحر، سندهم إلى الشياطين والعياذ بالله، وهم المشهورون بالسحر، حتى إنهم هموا بسحر النبي صلى الله عليه وسلم، بل سحروه عليه الصلاة والسلام وأصيب بسحرهم، إلا أن الله سبحانه أرسل جبريل فرقاه عليه الصلاة والسلام ودله على موضع السحر، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان السحر واستخرج وأتلف، وعاف الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم منه. هذه مهنة اليهود، هذه مهنة اليهود السحر. تحولوا من كونهم علماء في التوراة والوحي إلى كونهم علماء في السحر، من وحي الرحمن إلى وحي الشيطان والعياذ بالله. السبب ما هو؟ السبب أنهم أعرضوا عن كتاب الله فابتلاهم الله بالسحر، وهكذا كل من أعرض عن الحق فإنه يبتلى بالباطل، ومن أعرض عن العلم النافع رغبة عنه فإنه يبتلى بعلم الباطل والعلوم الباطلة يشتغل بها ويموت عليها، صلى الله العافية. وهكذا كل من سار على هذا المنهج، من ترك الوحي ابتلي بضده، كما ضربت لكم المثل بعلماء المنطق وعلماء الكلام المنتسبين للإسلام من المعتزلة والأشاعرة وكل من اعتمد على قواعد المنطق في العقيدة والتوحيد وترك نصوص الوحي، عطلوا الأسماء والصفات واعتمدوا على قواعد العقل اليوناني والمنطق اليوناني، ابتلوا بهذا لما أعرضوا عن الوحي والاستدلال بالكتاب والسنة، والنتيجة أنهم عطلوا الأسماء والصفات، هذه النتيجة. فهم ابتلوا بهذا الأمر بسبب إعراضهم عن الوحي والعلم النافع، كما أن اليهود من قبل لما أعرضوا عن التوراة ابتلوا بالسحر الذي هو شر العلوم وأقبح العلوم، الذي هو من صنع الشياطين، ولكن الشياطين كفروا وعلمون الناس السحر. أما نبي الله سليمان عليه السلام فإنه بريء من السحر، لأن الأنبياء جاءت بإبطال السحر وإبطال الكفر. فهذه مسألة عظيمة يجب التنبه لها، وهو أنه يجب التمسك بالكتاب والسنة، بالاستدلال والعمل والاتباع
وأن من راغب عن الكتاب والسنة وطلب العلم من غيرهما أي العلم الديني، العلم الديني، أما علوم الدنيا لا بأس تطلبها من مظانها، علوم الدنيا هذه صناعات وحرف، لكن علوم الدين هذه ما تطلب من الكفار ولا تطلب من الغرائب. أناس الآن يذهبون يتخصصون في علم الحديث وعلم العقيدة في لندن وفي أمريكا في جامعات الكفار، تخصصون بعلوم التفسير وعلوم الحديث وعلوم العقيدة، يتخصصون الآن في جامعات الكفار يتثلمذون على المستشرقين الذين هم أعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام ولا سيما محمد صلى الله عليه وسلم، يتخصصون بهذه العلوم عندهم، هذا من الانتكاس والعياذ بالله، ومن عمل بصير من طلب الحق من غير مصادر. ما تتوقعون أن اليهود والنصارى يعلمون أبناءنا في العقيدة أو يعلمونهم في علوم الحديث إلا التشكيك والتضليل والدس على عقيدتنا وعلى شريعتنا؟ ماذا تتوقعون أن يعلمهم الكفار؟ عقد الشيء لا يعطيه، بل هؤلاء أعداء، إذا تمكنوا من أبنائنا شحنوهم وغسلوا أدمغتهم وجاءوا متخصصين في العقيدة ما شاء الله، متخصصين في علم الحديث، متخصصين في التكذيب والتشكيك والتضليل والشبهات، مملوءة أدمغتهم بذلك ضد دينهم وضد كتابهم وسنة نبيهم. بل إن منا من يذهب يتخصص عندهم في علم التاريخ الإسلامي، ما شاء الله تعلم التاريخ الإسلامي منهم وهم يضللون الناس يكذبون في تاريخ المسلمين ويدسون فيه الكذب والزور ويقلبونه، فلا يجوز أبدا، هذا من الانتكاس وهذا تابع لهذه المسألة وهي طلب الحق من غير مصادره ومن غير منابعه. نعم. السابعة عشرة من مسائل الجاهلية نسبتهم الباطل إلى الأنبياء، كما نسبت اليهود السحر إلى سليمان، نسبته إلى سليمان وهو منه بريء عليه الصلاة والسلام، وكما قالت اليهود إن إبراهيم كان يهوديا، وقالت النصارى إن إبراهيم كان نصرانيا، يقولون إن إبراهيم، اليهود تدعي إنه يهودي إنه على دين اليهود، والنصارى تدعي إنه على دين النصارى، ما شاء الله، وش بين إبراهيم وبين اليهود وبين النصارى من الفارق الزمن؟ مئات السنين بينهم، مئات السنين. هل مثل واحد سئل عن ابن القيم قال ابن القيم وهابي؟ نعم، ابن القيم وهابي، ما عند بين ابن القيم وبين الشيخ ابن عبد الوهاب مسافات زمنية بعيدة. هؤلاء اليهود يقولون إن إبراهيم كان يهودي، الله جل وعلا يقول وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. رد الله عليهم بقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، هذا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مسلم، الإسلام الذي هو إخلاص التوحيد لله والانقياد لله، هذا دين جميع الأنبياء عليه الصلاة والسلام. إبراهيم عليه السلام مسلم
بمعنى أنه مخلص لله، منقاد لله، حنيف يعني معرض عما سوى الله. وما كان من المشركين، هذا نفي وتبرئة لإبراهيم أن يكون من المشركين، لأن اليهود والنصارى أغلبهم مشركون، فكيف يكون إبراهيم عليه السلام مشركا؟ كيف إبراهيم يقول عزير ابن الله كما تقوله اليهود، وكيف يقول إبراهيم عليه السلام عيسى ابن الله كما تقوله اليهود؟ يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ من يقول هذا؟ فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كان على دين اليهود ولا كان على دين النصارى، وإنما كان على دين الإسلام الذي هو الإخلاص لله عز وجل في العبادة والانقياد له. وإن قالوا نحن أتباع إبراهيم، نحن أتباع إبراهيم، قال الله سبحانه وتعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فإبراهيم ليس يهوديا ولا نصرانيا، لأن دينه يخالف دين اليهود ويخالف دين النصارى. وإن زعموا أنهم متبعون له فهم كذبة، وإنما أتباعه هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، هؤلاء هم أتباع إبراهيم عليه السلام. الآن يوجد ملحد يقال له جارودي، وجيه جارودي فرنسي، ادعى الإسلام وانتكس والعياذ بالله، وتبين مقصده أنه لم يسلم وإنما خادع، فصار يقول للناس ارجعوا إلى دين إبراهيم، اتركوا الأديان هذه كلها وارجعوا إلى دين إبراهيم، وهو قصده إن المسلمين يتركون دينهم يرجعون إلى دين اليهود والنصارى، لأن دين اليهود والنصارى بزعمه هو دين إبراهيم، لأن اليهودي هو أصله، ثم صار شيوعي، ثم ادعى أنه مسلم. هذه دعواه الآن، يقول ارجعوا إلى دين إبراهيم، اتركوا دين محمد صلى الله عليه وسلم. واليهود والنصارى الآن يزعمون إن هالأديان الثلاثة هي دين إبراهيم، اليهودية والنصرانية والإسلام، ولذلك يحاولون الآن التقريب بينها وأنها هي دين إبراهيم. وهل يجتمع الحق والباطل؟ وهل يجتمع الكفر والإيمان؟ وهل يجتمع الهدى والضلال؟ وهل يجتمع الشرك والتوحيد؟ أبدا لا يجتمع، وليس هذا دين إبراهيم. دين إبراهيم هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، ما أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فدين إبراهيم هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، أما دين اليهود ودين النصارى فإنه دين المشركين وليس دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولو قدر أنه بقي في التوراة والإنجيل نصوص لم تحرف فإنها منسوخة بالقرآن، فدين اليهود إما محرف وإما منسوخ، فلا يجوز البقاء على دين اليهود ولا دين النصارى. ولهذا يلبسون على الناس الآن، تركوا التسمي باليهود صاروا يتسمون بإسرائيل، وإسرائيل نبي الله عليه الصلاة والسلام، إسرائيل هو يعقوب، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، فإسرائيل بريء منهم وهم براء منهم. النصارى تركوا تسمي بالنصارى، صاروا يتسمون المسيحيين، وهذا كذب، ليسوا مسيحيين، والمسيح منهم بريء عليه الصلاة والسلام. فهم يريدون أن يلبسوا على الناس في هذه الأمور، التقريب بين الأديان لأجل يبطلوا الإسلام
يجعلونه معادل لليهودية والنصرانية، وعدم التسمي باليهود لأن الله لعن اليهود وغضب عليهم، وعدم التسمي بالنصرانية لأن الله لعن النصارى وغضب عليهم، فهم يريدون أن يخلعوا هذا الاسم إلى اسم يدعونه المسيحية وإسرائيل قبحهم الله، هذا من المكر. فهم ينسبون إلى الأنبياء كفرهم، ينسبون إلى الأنبياء كفرهم، ينسبون اليهودية والنصرانية إلى إبراهيم. وينسبون السحر إلى سليمان ابن داود عليهم الصلاة والسلام من أجل أن يزكوا علومهم وباطلهم، ويقولون هذا علم نبي، السحر علم نبي، مع أنه علم شياطين، وعلم الأنبياء وعلم الشياطين يتضادان. قال الله تعالى وما تنزلت به الشياطين، يعني الوحي، وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. ففرق بين دين الأنبياء ودين الشياطين، فهم يريدون التلبيس على الناس بهذه الأمور. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون؟ هكذا اليهود والنصارى ينسبون كفرهم وشركهم إلى الأنبياء وسحرهم إلى الأنبياء، وهم بريئون منهم كل البراءة والحمد لله. وهكذا أصحاب الباطل من هذه الأمة ينسبون ضلالهم إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. الصوفية يزعمون أن التصوف من دين الرسول صلى الله عليه وسلم. المخرفون يزعمون أن خرافاتهم وموالدهم أنها من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتحاشون أن يروا الأحاديث المكذوبة والموضوعة ويشحنون بها كتبهم، ويحاولون أن يصححوها ويجعلوها في مقام صحيح البخاري ومسلم. يبحثون عن أي حديث مكذوب وموضوع ويجعلونه صحيحا منسوبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نفس حرفة اليهود والنصارى، ينسبون كفرهم وضلالهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالشفاء هؤلاء أشباه باليهود والنصارى الذين ينسبون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هذه البدع وهذه الخرافات، ويلفقون لها الأحاديث الموضوعة ويصنفون لها الأحاديث وينسبونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لكن هؤلاء لا يتحاشون الكذب ما دام منه يروج مذاهبهم. الواجب على المؤمن الناصح أن يبني دينه على الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرفض الأحاديث المكذوب حتى الأحاديث الضعيفة ما ينسبها للرسول، وإنما يقول يروى عن رسول الله كذا أو روي عن رسول الله كذا، ولا يقول قال رسول الله وهو حديث ضعيف، يعني يحتمل أنه صحيح. فكيف بالحديث الموضوع المكذوب الواضح أنه مكذوب؟ فهذه مهنة اليهود والنصارى في نسبة الضلالات إلى الأنبياء من أجل أن تروج على الناس، من أجل أن تروج على الناس والعياذ بالله. نعم. الثامنة عشرة، فما قلتهم في الكتاب إن تكتبون لنا إبراهيم مع إبراهيم فقد تباعد. نعم. الثامنة عشرة من مسائل الجاهلية تناقضهم في الانتساب، ينتسبون إلى النبي ولا يتبعونه. فاليهود والنصارى ينتسبون إلى إبراهيم ولكنهم على خلاف دين إبراهيم
فلو كانوا صادقين انتسابهم إلى إبراهيم لاتبعوه، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. فإذا كنتم تنتسبون إليه فلماذا لا تتبعونه وتتبعون أهواءكم؟ لماذا؟ ولما ادعوا أنهم يتبعون إبراهيم تحداهم الله بقوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. هم لا يؤمنون بالمسجد الحرام ولا بالكعبة، الله أخبر أن الكعبة هي بيت إبراهيم وهو الذي بناها، إبراهيم هو الذي بناها عليه الصلاة والسلام. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، إذا كنتم أتباع إبراهيم فهذا البيت هو الذي بناه إبراهيم عليه السلام، فلماذا لا تحجون إليه ولماذا لا تستقبلونه في صلاتكم؟ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم إلى قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فعلامة أنهم ليسوا على دين إبراهيم أنهم لا يحجون هذا البيت، وحجه من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فلما أبوا أن يحجوا صاروا كافرين بانتسابهم إلى إبراهيم، مساجدين بانتسابهم إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهذا من التناقض، أن ينتسب الإنسان إلى النبي ولا يتبع، وهذا موجود في ظلال هذه الأمة، ينتسبون إلى النبي وإلى الإسلام ولكن في التطبيق والاتباع يتبعون غير الرسول صلى الله عليه وسلم، يتبعون شيوخهم وقادتهم ومن يعظمونهم، يأخذون بأقوال أئمتهم. وإذا قلت لهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، قالوا لا، لكن فلان يقول كذا وكذا وهو أعلم، هل يعلم من الرسول؟ فلان أعلم، هاي الحديث الصحيح ما يتبعونه، يتبعون فلان لأنه عندهم أعلم، فصار فلان أعلم من الرسول، أو فلان أعلم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا إذا أحسن بهم الظن، فلان أعلم بقول الرسول. فكلام فلان هذا مخالف لقول الرسول، فكيف يكون أعلم بقول الرسول؟ مخالف واضح، الرسول يقول كذا وهذا يقول كذا خلافه، فكيف يكون أعلم؟ هذا متضاد ومتناقض. فهذه كما أنها موجودة في اليهود والنصارى ينتسبون إلى الأنبياء ولا يتبعونهم، كذلك في بعض المسلمين كثير من الفرق الضالة ينتسبون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى الإسلام، لكن عند العمل والتطبيق لا يعملون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعملون بما جاء به. هذا تناقض بين الانتساب وبين العمل والحقيقة، هذه مسألة خطيرة جدا وهي واقعة في الناس، ليست خاصة باليهود والنصارى، بل هي موجودة في أشباههم من هذه الأمة. نعم. لا، كرامات ليس للإنسان فيها أي، ليس للإنسان فيها أي عمل، وإنما هي من الله سبحانه وتعالى يجريها على يد من يشاء من عباده لحكمة، وليس للإنسان أن يسعى إليها ولا أن يتحراها ولا أن يطلبها، لأن الذي يسعى إليها ويطلبها هذا دليل على أنه يريد التكبر على الناس ويريد الميزة على الناس، هذا لا، ما هي بحرفة، الكرامات ما هي بحرفة، وإنما هي من من الله سبحانه وتعالى يجريه على من يشاء من عباده لحكمة. ما كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم
يعتنون بطلب الكرامة ولا يعبدون الله من أجل أن يحصلوا على كرامة، وإنما يريدون وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم، حديث صحيح. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، حديث صحيح، وهو يدل على أن التشبه كبير، تشبه أحد الجنسين بالآخر كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. هذه منكرات يجب على من حضر أن ينكرها وأن يطلب منعها من المحفل، لأنها منكرات. رفع الصوت بالغناء، الرجال لا يجوز لهم الغناء ولا ضرب الطبول، وإنما هذا خاص بالنساء، يضربن الدف ويغنين بما جرت عادة النساء به من غير تطريب ومن غير جلب مطربات وموسيقى مسجلات وغير ذلك، هذا كله باطل منكرات. إنما تغني النساء بصوت مجرد فيما بينهن لا يسمعه إلا النساء فقط، وأما الرجال فلا يغنون ولا يضربون طبول ولا يستعملون بنادق ولا شيء، إنما يحضرون للوجبة وأكل الوليمة فقط، هذا هو السنة، وما زاد عن ذلك فإنه منكرات يجب منعها وإنكار. نعم. ما تصفق النساء إلا عند الحاجة، عند الحاجة إذا احتاجت إلى تنبيه أحد وكانت بحضرة رجال لا تناديه وتصوت، وإنما تصفق له حتى يأتي. كذلك في الصلاة إذا كانت تصلي خلف الإمام وسهى الإمام فإنها تصفق من أجل تنبيه الإمام ولا تتكلم. نعم. النساء تعرف كيف تصفق، الوداع نفسها تعرف تضرب يد على يد. نعم. الصفير هذا سمعتم أنه من فعل الجاهلية، لا يستعمل الصفير، وإنما ينادى النداء، ينادي يا فلان تعال يناديه، والآن وجدت الهواتف المكالمات مكبرات الصوت يسمع البعيد، لا حاجة إلى الصفير. نعم. طيب يجوز لطالب العلم المبتدئ أن يرد قول الإمام أحمد أو الشافعي مثلا بظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل أن يعرف لماذا لم يأخذ الإمام بهذا الحديث. لا، ما يجوز للمبتدئ أنه يتدخل في كلام العلماء، هذا إنما هو للعلماء المتمكنين، هم الذين ينظرون في أقوال الأئمة ويزنونها بالأدلة. أما المبتدئ فهذا لا يجوز له أن يتدخل، لأنه ليس عنده علم، قد يستنكر شيئا صحيحا وقد يصحح شيئا غير صحيح. المبتدئ يتعلم أولا، فإذا وصل إلى مرتبة العلماء هناك له حق النظر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بلادنا بعض الناس المنتسبين إلى الدين يقيمون الضعفاء والفقراء من أماكنهم إذا جاء يوم الدين يجلسوا عليها الفضلاء، فهل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز. من سبق إلى مكان خصوصا في المسجد أو في مجالس العلم، في مجالس العلم أو في المسجد، من سبق إلى مكان فهو أحق به، لا يجوز إقامته. وكان ابن عمر إذا دخل المجلس وقام له أحد لم يجلس في مكانه ويأبى أن يجلس في مكانه، مع أنه هو اللي قام له في اختياره وهو اللي يحب أنه يجلس في مكانه، ومع هذا يمتنع رضي الله عنه من الجلوس في مكان أحد يقوم له، وإنما يجلس حيث ينتهي به المجلس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما
إن احتاج العالم أو الداعي إلى تخصيص وقت لفضلاء القوم دون ضعفائهم فهل هذا يدخل في النهي؟ نعم يدخل في النهي. العالم يفتح المجال يفتح المجلس لكل طالب حق ولا يمنع أحد، هذا هو. إنما إذا كان الأمر في شيء خاص مشورة خاصة أو مسائل خاصة لا بأس، المسائل الخاصة هذه لا بأس، أو الأشياء السرية. لكن الأشياء العلنية والعلم، العلم ما هو سري، العلم علني، فيفتح له المساجد والمدارس ومن أراد أن ينتفع ويستفيد فإنه يحب. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، حديث الضبابة وإن تعرض من العالم أبو الأعلى الموجود وهو له باع في نفس العقيدة فهل ينكر كتبه وأحاديثه وإنكاره حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما علمنا أن أبا الأعلى الموجود رحمه الله له باع في نشر العقيدة، وإنما له باع في نشر مذهب الإخوان المسلمين وكتبه كلها في هذا الموضوع، ولا علمنا أنه باع في نشر العقيدة والدعوة إلى التوحيد وإنكار الشرك، ما علمنا هذا. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، يوجد في تفسير الجلالين أن معنى الرحمة هي إرادة الخير في أهله، هل هذا المعنى خاطئ؟ نعم هذا خطأ 100%، ليس معنى الرحمة إرادة الخير، وإنما الرحمة على بابها، على بابها لا تؤول بإرادة الخير. نعم. لكن من آثارها، من آثار الرحمة حصول الخير، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، هذا من آثار رحمة الله. نعم. إذا رحم الله عباده أنزل المطر فإن انتفعوا به ونبتت الأعشاب وحياة الأرض، هذا من آثار رحمة الله. نعم. ليس مرجعا أصيلا في التفسير، المراجع الأصيلة تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، تفسير ابن عطية، وتفسير البغوي، التفاسير الأولى التي تفسر القرآن بأنواع التفسير الأربعة أو الخمسة، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن بمقتضى اللغة التي نزل بها، هذا الذي يفسر به القرآن، ويرجع إلى الكتب القديمة هي المراجع الموثوق، ويحذر من كتب المعتزلة وكتب أهل التأويل، وإنما يؤخذ منها ما يوافق الحق فقط. كذلك تفسير سيد قطب يؤخذ منه ما يوافق الحق فقط، أما ما خالف الحق فإنه يرد ولا يقبل. نعم. وهو ليس متخصصا في التفسير، المعروف عنه رحمه الله أنه أديب تخصص في الأدب وصاحب قلم في الأدب، ما هو من المتخصصين في التفسير. نعم. حتى يرجع إلى كلامه ويعتمد. نعم. ما رأي فضيلتكم في حضور النساء إلى مجالس العلم، وهل يمكننا استحاب زوجاتنا وأهلنا إلى هذا المجلس المبارك؟ حضور النساء إلى مجالس العلم وحضورهن صلاة الجماعة لا مانع منه، ويكن منفردات عن الرجال ومستورات لا بأس بذلك. وأما استحاب وأنتم أدرى بهذا، إذا كان ترون أن هذا فيه مصلحة لهن فلا مانع من ذلك. نعم. يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إلى مسجد آخر لحضور محاضرة بعد الصلاة؟ إذا كان لغرض صحيح لا، على موعد مع أحد أو أنت إمام مسجد تروح تصلي بجماعة أو فيه درس أو محاضرة تبي تستفيد ما في مانع، هذا لغرض صحيح. نعم. قضية الشيخ حفظكم الله، ما هو ردكم على من يحتج بالقدر على فعل المعصية؟ القدر لا يحتج به على فعل المعصية، المعصية يجب التوبة منها ولا يبررها الإنسان ويقول هذا قدر، بل يجب عليه التوبة والاستغفار، وإنما يحتج بالقدر على فعل المعصية عند الجبرية من الجهمية وغيرهم، أهل الضلال هم اللي يحتجون بالقدر على المعاصي، وأهل الجاهلية أيضا يقولون لو شاء الرحمن ما عبدناه، يحتجون على عبادتهم للأصنام لأن الله أرادها،
ولو لم يردها ما منعنا لمنعنا منها. هم يحتجون على جواز عبادة الأصنام بالقدر. الذي يحتج بالقدر هذا على طريقة أهل الجاهلية يحتج به على المعاصي، إنما يحتج بالقدر على المصائب التي تصيب الإنسان. إذا أصابه شيء يصبر ويقول قضاء الله وقدر، قدر الله وما شاء فعل. أما المعاصي فيجب عليه التوبة والاستغفار والندم وترك المعاصي، هذا هو الواجب عليه. نعم. المعصية تنقسم إلى قسمين، كبيرة ودون الكبيرة. هناك فرق، الكبيرة ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو ختم بغضب أو لعنة أو نار، هذه الكبيرة. أما الصغيرة ما نهي عنها ولم رتب عليها حد ولا وعيد، وإنما نهي عنها فقط، هذه معصية صغيرة لكن لا يستهان بها، لأن الإنسان إذا استهان بالصغيرة فإنها تعظم وتكون كبيرة وتجرئه على الكبيرة، تجره إلى الكبائر أيضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو حكم الاشتراك في إحدى المجلات التي تنشر أسبوعيا كوبون مسابقة يتعلق باتفاق الخير، وطريقة الاشتراك تكون في ترشيح إحدى الحلول التي يتوقع فوزها، وإذا كانت جميع التصريحات قد وقعت تكون بذلك فائزا وتربح جائزة مالية، فهل هذا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تبقى إلا في ثلاث، نصل أو حاكم أو حكم؟ هذا لا يجوز، هذه المسابقة وهي التوقع بأن يسبق الجواد الفلاني أو لا يسبق، فإن سبق الذي أنت رشحته تأخذ جائزة، هذا باطل ولا يجوز، وهذا من أكل المال بالباطل، ولا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو كف أو حاف، لأن المراد نفس المسابق، من سبق على الخيل فيأخذ جائزة، من سبق هو يركب الفرس ويسبق، فإذا سبق يأخذ الجائزة. أما اللي جالس على كرسي أو بداره ويقول يبي يسبق الفلاني أو ما هو بسابقنا الفلاني، هذا رجم بالغيب ولا يؤكل به المال، فمن أكل به المال فهو أكل للمال بالباطل، وهذا يدخل في الميسر، يدخل في الميسر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو أن توضحوا لنا حكم الشرع في شخص طلق زوجته أثناء الحيض، فهل يقع هذا الطلاق أم لا؟ الجمهور على أنه يقع، الجمهور على أنه يقع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض أمره أن يراجعها، والرجعة لا تكون إلا من طلاق واقع، إلا من طلاق واقع. نعم. قول الشيخ وفقكم الله، ما حكم وضع الشخص أصبعيه في أذنيه عند سماع الرعد؟ ما في معنى، كان يأثر عليه الرعد يسد أذنيه عنه توقيا في الخطر أو للأثر الذي يصيبه، ما في معنى، ما نعلم في هذا معنى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إني أعمل بمسافة 30 كيلو من الرياض، وأخرج من العمل مع مجموعة بعد أذان الظهر بعشر دقائق، وفي مكان العمل مسجد ومصلى آخر، هل يجوز لنا نحن المجموعة أن نصلي في هذا المصلى علما بأننا لو تحركنا العملية في الصلاة في مكان العمل ولا في الرياض؟ هذا حسب الأيسر عليكم، إذا كان الأيسر عليكم أنكم تصلون في الطريق فأنتم تصلون في الطريق، إذا كان تفوتكم السيارة لو جلستم تصلون في المسجد الذي في مكان العمل تفوتكم السيارة، هذا فوات رفقة، يجوز لكم أنكم تركبون السيارة وتصلون في الطريق. أما إذا كان أنه مرتبط بكم ولا يروح إلا معكم وينتظركم، فإن الواجب أن تصلوا مع الجماعة في مكان العمل ثم تنطلقون بعد الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن الله يخفي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وإن كثيرا من الناس ممن يلتزم بفرائض الله وأوامره حتى يصبح من فئة طلاب العلم والعلماء، فيأخذ العلم والعلم، ومع ذلك تجد بعضهم من أكثر الناس انتكاسة وبعضهم والعياذ بالله يخرج عن هذا الدين ويلحد به، فهؤلاء من أي فئة؟
وهل نستطيع أن نحكم على أهل العلم أنهم ممن اختصهم الله بمحبته كما ذكرنا؟ ليس إعطاء العلم إعطاء للدين، فقد يعطى العلم ابتلاء وامتحان وفتن، فليس إعطاء العلم من إعطاء الدين إلا إذا عمل به، إذا عمل به فإنه نعمة. أما مجرد إعطاء العلم فالعلم أعطيه اليهود وهم شر الخلق، حجة عليهم، إقامة للحجة عليهم، فليس مجرد إعطاء العلم دليل على كرامة الإنسان، وإنما قد يعطى العلم لإقامة الحجة عليه ومن أجل الفتنة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.